الحزن في جوف هذا الليل، فما للقوم طلب غيري. وإذا به يجلد زينب من وراء الخبا تسمع، وإذا به أبو الفضل يجلد بعمامته الأرض ويقول: أبا عبد الله، المثلي يقال هذا القول؟ قال لي: أبو سكنة تركت القلب مكسور، قال لي: أبو سكنة تركت القلب مكسور، وانت ملاذ الناس وانت العمل والسور، هل كيف نتوخر باكر يوم نتمنى الموت دونك يا شفية؟ خاف البنية وعاف أبوها حسين، وش عاد لو قطعة وجنود وفضخة والراس. كتبهم أمامه، قدم إخوته، قدم إخوته أمامه، قال: إخوتي، أحتسبكم أمامي إلى الله، إلى الله. وشوف هالمزية العظيمة، كلهم كلهم أولاد علي، وكلهم شبان شبان 23، هذا 33، أبو الفضل أكبرهم 23، 28، 24، 25. ها شباب، أين الشباب يشاركنا اليوم؟ قدمهم قدمهم أمامه يحتسبهم، ثم جاء هو يطلب البراد. الحسين قال: قد قضى إخوتك نحبهم ولاقوا ربهم، أما أنت فالعلامة من عسكري وأنت سناد ظهري، فإذا أنت قتلت يعول أمرنا إلى الشتات أبو فاضل، تنبعث عمارتنا إلى القرار. ما أذن الحسين عليه السلام، ما أذن له. ولذلك موقف العباس موقف مواساة، موقف محاماة، موقف ذب، موقف ها السلام عليك أيها الأخ المواسي. شوف المواساة العظيمة، ولكن موقفه متولد ممن؟ من فاطمة. فاطمة وهاي تحمل الولاء، اللي لما اجمعي إلى المدينة ما سألت عن الأولاد، ما سألت عن أولادها. أول ما ابتدأت بالسؤال عن الحسين، عن الحسين، متولد من هذا البطن الذي أول ما سأل عن الحسين: اخبرني عن عزيزي حسين. يقول: أريد أحرم، أول أبين أهون هالمصيبة، لأن أعرف ما سئلت عن الحسين إلا أن أعظم مصيبة عليها مصيبة، لكن أنا أريد أهون رتبة رتبة، أهون عليها المصيبة. هذا بشري. قلت لها: عظم الله لك الأجر في ولدك يا عم. قالت: الخلف والعوض. عظم الله لك الأجر في ولدك عبد الله. قالت: الخلف والعوض. عظم الله لك الأجر في ولدك جعل. قالت: الخلف والعوض. عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفضل عباس. قالت: ويلك ويلك، شوف حسك أن من بعد أبو فاضل حسين مو موجود. ها خلاص، عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفضل. قالت: قطعتني يا قلبي عن عزيزي حسين، ولكن إلها مكافأة. فاطمة تكافئ فاطمة، متى تكافئها؟ عندما تقف يوم القيامة فترفع الكفين المقطوعتين، تبدي الشكاية. يقول بن فايد: تبدي الشكاية والخلايق كلها وقوف، تصرخ وترفع بيدها من دين ملفوف: رب انت قم لي من لبيدك.
يقول واحد من السادة أنا سويت قصيد لكن شفتها صعبة. هذه القصيد صعبة ما أقدر أحكيها. ها؟ يوم أبو الفضل استجار به الهدى وسويتها بالليل. سويتها بالليل والشعراء دائما يدورون الفراغ يدورون الليل. ليش؟ لأنه فراغ هدوء فيسوون قصائدهم بالليل. يقول أنا لما آويت للفراغ قلت أسوي قصيدة في أبي الفضل العباس تكون لي حرزا يوم لا حرز وزاد واليوم لا زاد. يقول فسويت القصيدة لكن أصنبت في مسجد أبي الفضل إلى أن جيت إلى موضع سقايته للحرم يعني عندما حمل القربة على عاتقه. فقلت يوم أبو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لسامها بطل أطل على العراق مجليا فعصوا صبت عراق الجمور شعارها. هذه أبياتها. لكن يقول في هالبيت قلت يوم أبو الفضل استجار به الهدى يعني الحسين قام يستجير بأبو فاضل. صعبة بما قلت هذا البيت مو صحيح. أنا تعديت الحاج هذا البيت مو صحيح. يكون أحفه ما يمكن أن أقول هذا البيت ويقرون الناس. قل أخذت مرجعي عقب ما أكملت قصيدتي أخذت مرجعي وإذا أنا من زاوية الحجرة أسمع صوت وإذا يكرر نفس البيت اقرأ يا سيد يوم أبو الفضل اقرأ يا سيد قصيدتك يوم أبو الفضل استجار به الهدى. نعم يا سيد لقد استجارت به حرائر رسول الله زينب وأخوات زينب أحدقن به كالحلقة وضجة العائلة أمامهم. ولذلك محسن أبو الحب رحمه الله يقول يخاطب الحسين العباس يقول لأخوك أبوك كان لجدي مثل كونك لي. أبوك كان لجدي مثل كونك لي كلاكما قصب العلياء حاويها. أبوك ساقي الورى في الحوض كوثره ها وأنت أطفالنا بالطبع ساقيها. لكن أسألك سؤال ها هذا الساقي لما حمل القربة ووصلها إلى العائلة قدرت تشرب العائلة الماء ها؟ ثم لما وصل إلى الماء وأحس ببرده واغترف الغرفة شرب قبل العائلة وإذا به قد رفع الماء ويقول لنفسه يا نفس من بعد الحسين كوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين أنا أشرب لذيذ الماء. عندها فاض الماء بس هيا الشفاء مواساة إلى أهل البيت. عند ذلك
اكمل القرب ابو الفاضل.